ظاهرة المحسوبيات والشلليات في الأوساط الثقافية والفنية، هل هي نبوءة سقوط الثقافة والفنون العربية في هوية لا ثقافة وفنون الأدعياء؟ تحقيق هايل المذابي. ليس هناك خطر يهدد المؤسسة الثقافية والفنية في الوطن العربي مثل رواج وزخم ثقافة المحسوبية، ولعل القول بأن هذه الثقافة مقتصرة على مؤسسات أخرى بما فيها المؤسسات السياسية وغيرها دونا عن الثقافة لرقي ووعي من يعملون بها، هو أمر يحتاج إلى إعادة النظر. فالرديء المتسيد للمشهد الفني الثقافي يثبت عكس تلك المقولة، ويؤكد أنه ليس للقائمين على المؤسسات الفنية والثقافية أي وعي بمخاطر هذه الظاهرة، بل إن لها رواجا كبيرا. فمصطلح العصابة سائد جدا، وثقافته تمارس كامل صلاحياتها على حساب تهميش المثقف والفنان ذي الموهبة. النشر الصحفي أيضا في مجال الثقافة تسوده هالة سوداء جراء ممارسة ثقافة المحسوبية هذه على الكتاب بشكل يدعو للتأسف على ما صار إليه حال الثقافة العربية. في هذا التحقيق تأكيدات على أن المهرجانات الثقافية والفنية قائمة على هذه الممارسة، وقد خلصنا إلى أسباب ورؤى متعددة حول هذه الظاهرة والتي نضعها بين أيديكم. لنقل أن أغلب الفعاليات الثقافية والفنية تقام عادة، وهذه الأيام بالذات تقام من أجل الكسب. بعضهم جعل الفعاليات الثقافية والفنية وسيلة للكسب السريع. ثمة بعض فعاليات ثقافية وفنية جادة، ولكن هذه الفعاليات تكاد تكون يعني جوائزها تكاد تكون مختصرة على مجموعة من الأشخاص بعينهم، وذلك يرجع إلى أن المحسوبية والعلاقات الشخصية تتحكم في توزيع الجوائز والأدوار، اللهم إلا من رحم ربي. كما أنني ألفت يعني النظر إلى أن أغلب النجوم الصاعدين الذين هم على الساحة الآن إما أنهم أبناء أو أحفاد لنجوم كبار. الفن والثقافة هذه الأيام أصبح لابد من ثورة ثقافية فنية لتصحيح المسار، حتى يستطيع الموهوب أن يفرز موهبته وأن يظهر على الساحة من خلال موهبته، حتى لا يلعب المال أيضا دورا، فكل الذين يخرجون على الساحة الثقافية إنما هم خرجوا بأموالهم يدفعون لدور النشر حتى تنشر لهم ما كتبوا، والذي لا يرقى بأن يجعلهم في مصاف الكتاب والروائيين. اليوم ثمة مشكلة، الموهبة تختنق، والشارع العربي صار فيه كم من الأغاني وكم من الأفلام التي والمسلسلات أيضا التي دمرت جيلا صاعدا. البلطجة، الدماء، المخدرات، المرض النفسي، الصراعات، هذا كله ما يحدث على الساحة الفنية. أما الأغاني فحدث ولا حرج، هي تلويث سمعي لأذاننا. هذه المداخلة المرجو منها أو المراد منها أن أقول نعم ثمة مواهب كثيرة
لم تأخذ فرصتها، ثمة مواهب كثيرة ظلمت، ثمة مواهب كثيرة عُطِّم عليها، ثمة من يأس واتجه اتجاها آخر لا لشيء إلا لأنه لم يجد تقديرا له ولموهبته. أين يذهبون؟ إذا أتوا إلى فنان كبير ليمتحنهم واختار شخصا غير مناسب لأنه صديق أو ابن صديقه، إلى أين يلتجئون؟ ثمة مواهب فعلا اضطرت أن يعني تنسحب وتدفن موهبتها لأنها لم تجد يد العون لها. رحمة بشبابنا ورحمة بمبدعينا ورحمة بعقولنا أيضا. قبل التطرق إلى موضوع تغاضي المجلات الثقافية والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية إلى تغييب الموهوبين والمبدعين وسرقة فرصتهم وبالمقابل تسيد الرديء في الثقافة العربية بتعمد، نجد على سبيل المثال في أوروبا فإن الإبداع والموهبة يدلان على مستوى عال من القدرة على التفكير والأداء، ولقد انتشرت بين المثقفين آراء تنادي بأن المواهب لا تقتصر على جوانب فنية بعينها دائما، بل تمتد إلى جميع مجالات الحياة المختلفة، وإنها تتكون بفعل الظروف التي تقوم بتوجيه الفنان إلى استثمار ما لديه من إبداع وذكاء في مجال اختصاصه. فإذا كان هذا الفنان أو المثقف ذو ذكاء مرتفع فإنه قد يصل إلى مستوى أداء مرتفع وبذلك يصبح صاحب إبداع وموهبة في مجال اختصاصه وعمله، وعلى مستوى عال لذا يتم دعوتهم لحضور المؤتمرات والندوات والمهرجانات للمجلات الثقافية كرافدا ثريا للمبدعين والموهوبين في العالم. فبينما نجد في الوطن العربي تكون الدعوات مقصورة فقط على بعض المثقفين، بينما المبدعين والموهوبين نجدهم بعيدا جدا عن هذه المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخاصة بالمجلات الثقافية، ولذلك على المهتمين بالمجلات الثقافية الانفتاح نحو التجديد والابتكار من خلال خلق الفرص للموهوبين والمبدعين في حضور المؤتمرات والندوات والمهرجانات وإعطائهم الأولوية في ذلك، كونهم يعرضون عددا كبيرا من الموضوعات لتوفير المعرفة الثقافية المتنوعة، ويستطيعون قراءة الوضع الثقافي بدقة كونهم ميالين للبحث والدراسة في الشأن الثقافي باستفاضة، كما يوفرون أسس التخصص الذي تطلع به المجلات الثقافية بحيث يكون قارئها على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في عالم الثقافة وعالم التكنولوجيا والتطور. ولذلك نجد في العالم العربي بأن أغلب من يقومون بالحراك الثقافي هم من المبدعين والموهوبين، لكن يتم تجاهل لهم في توجيه الدعوات في حضور المؤتمرات. ونحن نعلم بأن في الوطن العربي قد حدث حراك كبير وإبداعي في المجلات الثقافية المتخصصة في مجال الثقافة، سواء على مستوى المسرح أو القصة والرواية أو الشعر، وما أحدثته هذه المجلات الثقافية من اهتمام بالتنوع الثقافي والفكري والفلسفي الذي أدى بروزها إلى التغيير في مستوى الحصول على كل ما هو جديد في المجلات الثقافية المختلفة وخاصة الإلكترونية. لذلك يجب الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم كونهم هم الذين اهتموا اهتماما كبيرا في خلق نموذج إبداعي من
المجلات الثقافية في الوطن العربي، لكن المبدعين والموهوبين لا يحققون طموحهم في الثقافة العربية مقارنة بالانفجار الثقافي والمعرفي في مجال اختصاصاتهم الفنية والتقنية والتكنولوجية التي أظهرت البحوث والدراسات قدرتهم على حلحلة المشكلات الثقافية بجهود إضافية تتماشى مع متغيرات العالم الجديد والثقافة الجديدة. الحقيقي مهضوم منذ بداية القرن 21. أظن أن الأسباب عديدة، أولها أنظمة الحكم العربية التي جعلت الزمن يسبقها بعشرات القرون وسيرميها خارج منظومة الحياة. حاليا لم تعد الثقافة متأصلة، ولم يعد المثقف هو ذلك الذي قرأ وتابع وبحث عن الثقافة الحقيقية وكتب وأسهم في إبراز المبرزين فيها. لقد أصبحت الثقافة سلعية، وصار كل من لديه مال يصنع ثقافة استهلاكية متكشرة وسطحية. لو سألت أحد هؤلاء عن أهم رموز الثقافة والفلسفة العربية لرد عليك باستغراب من هؤلاء الذين تحدثني عنهم. اهتراء الثقافة ناتج عن اهتراء الأنظمة العربية الاستبدادية الجاهلة التي سخرت كل وسائل النشر كمجرى للمياه الآسنة المفسدة. المثقف الحقيقي مهضوم منذ بداية. عبد الجبار خمران، مسرحي مغربي مقيم بباريس. أولا أتوجه بالشكر للمشرفين على المجلة لاختيارهم هذا الموضوع المهم. رأيي المتواضع حقيقة، عندما ننشئ أو نؤسس مجلة أو دورية ما، تكون أهدافنا دوما خلق حالة من النقاش الجدي حول مجال تخصص هذه المجلة أو الدورية أو الجريدة، وكذا نشر معرفة جادة حولها وطرح الأسئلة الحقيقية، الأسئلة القلقة التي يحتاجها المجال، مجال تخصص المجلة. وتاريخ مجلات الجادة يؤكد ذلك، بل هناك مجلات خلقت اتجاهات فكرية وفنية مهمة، كمجلة تلكيل مثلا مع جوليا كريستيفا، ومجلة شعر مع دونيس، إلى آخره من المجلات التي استطاعت أن تخلق حالة ثقافية وفكرية مهمة. أما عندما تكون المجلة عبارة عن حانة يجتمع فيها شلة ما لمصالح تجمعهم أو لغايات ربما غير ثقافية، فالمسألة غير صحية لا ثقافيا ولا فكريا. قد يقدمون بشكل ما من الأشكال خدمة كشلة، لكن هذه الخدمة تكون محدودة ولا صدى لها، وربما لا تتجاوز مصالحهم الآنية، لأنها ربما مبنية على غير ما يجب أن تبنى عليه، ألا وهو الكفاءة والجدية وطرح الأسئلة الحقيقية التي تنعش المشهد الثقافي وتسير به باتجاه أسئلة قلقة نابضة بالمشاكل الحقيقية وبالهموم وبالرغبة في بناء صرح ثقافي صلب بمثابة عمق استراتيجي لبناء الإنسان العربي. أما عندما تكون يعني الشلالية مهيمنة، سواء على هيئة التحرير أو على ممول
المجلة أو أي شخص نافذ، فلا تؤدي بطبيعة الحال المجلة المبتغى منها. فبالتالي يجب أن تكون المجلات حاملة لشعار الجد والتجديد والأسئلة الحقيقية، وبهذا فقط تستطيع أن تبلغ أهدافها الحقيقية في خلق حراك ثقافي فكري حقيقي مبني على صرح من الأسئلة الجادة التي يطرحها المهتمون الحقيقيون، يعني والأسماء التي تستحق أن تساهم بمقالاتها وبأفكارها وبأسئلتها وبحيرتها وبهذا القلق الحقيقي الوجودي المرتبط سواء بالمسرح أو بالموسيقى أو بالتشكيل أو بالفن بشكل عام. فكلما ابتعدت المجلة والخط التحريري لها وهيئتها ومموليها عن هذا المسار، يعني نكون نعمل أشياء أخرى لا علاقة لها لا بالفكر ولا بالإبداع ولا بالثقافة. فالشلالية بهذا المعنى تصير عبء وتصير معول هدم أكثر منها معول بناء. أما عندما تكون المجلة مبنية على الأسئلة وعلى الفكر الذي يتبنى سبر أغوار المشهد الثقافي والمجال تخصص المجلة، فأكيد أننا سنسير بعجلة الثقافة إلى ما نبتغيه كمثقفين وكمهتمين وكصحفيين وكقراء وكمتتبعين، إلى ما تنشده هذه الأمة وما تريد تحقيقه من صرح ثقافي حقيقي يعكس هويتها ويعكس تاريخها الضارب في عمق الإنجازات الثقافية والفنية والإبداعية. تحية لكم وشكرا. كما هو معروف أن التنافس الشريف يخلق أجيالا من المعرفيين في مجال تنافسهم، وخاصة على صعيد الفن والأدب. لكن ما تقوم به إداراتنا العربية عامة والعراقية خاصة للمجلات والصحف والمهرجانات والملتقيات مختلف عناوينها، مبنيين على الإخوانيات والعلاقات الشخصية الضيقة، مما يؤثر سلبا على الثقافة عموما وعلى المبدع الذي يدفع به لأخذ زاوية ميتة تقتل أحلامه في الإنجاز الفني والأدبي. وكم من مبدع تم احباطه في هكذا مجال خسرته جماهيرنا العربية، آثر إلا أن يحافظ على كرامته التي أراد لها القائمون على المهرجانات الهد والضياع، علما أن هذا الأمر شبيه بمن يضع العصا عمدا في عجلة الازدهار الفكري، وأجدها نوعا من العمالة الثقافية وخيانة الوطن، رغم أن هذه العبارة شديدة الوط على النفوس، فضلا عن خلق أجيال من الجهلة الطارئين مع تسافل ثقافي وذوقي للمتلقي، وهو يشاهد ويقرأ كل غث ورديء. وفي رأيي المتواضع إن الكثير من رخصت نفوسهم راحت وبكل وقاحة راحوا وبكل وقاحة يريقون ماء وجههم من أجل مشاركة في مهرجان ما أو نشر في مجلة ما، وكل هذا يعني لترميم الفشل الذي اعترى كيانهم الأدب والفني، مما يجعلنا نمعن التفكير بأسماء ألقيت على قتامتها عفوا على قتامتها بعض الألقاب الرنانة للتجميل الآن، مما يدعونا للتشكيك في أحقيتهم بنيل تلك الألقاب الأكاديمية. وأخيرا شكرا لمجلة الفني والأدبي المحترمة لهذه الثقة. تتسيد ظاهرة الشلالية في المسرح العربي وفي المشهد الثقافي بعمومه. هذه الشلالية تدخل الثقافة والفن في دوائر مغلقة لا تتعداها،
فعلى سبيل المثال في المسرح وفي مهرجاناته لا تجد تجددا وتنوعا في الوجوه التي تستضيفها المهرجانات، هي دون تغير، وكأن هذه المهرجانات مجرد نسخ عن بعضها البعض في الضيوف والفعاليات، لا جديد يعول عليه. وحين نطلق على هذه الحالة بالشلالية فإننا محقون، فهذه الأسماء المسرحية على سبيل المثال هم أقرب للأصدقاء أو الشلة، يعرفون بعضهم جيدا، يتبادلون الدعوات لحضور المهرجانات التي في وجهها هذا أقرب للسياحة منه لمهرجان مسرحي أو ثقافي. وكما يقول أحد المسرحيين متهكما: يبدو أن ضيوف المهرجانات المتكررين لا يملكون ملابس في خزاناتهم، فملابسهم محفوظة في حقائبهم الجاهزة للسفر. هذه الحالة التي تسود وتبدو مثار التذمر تسلب أسماء مسرحية وثقافية فرصتها للحضور. وهنا لا أعني حضور المهرجانات، فهي ليست الغاية الأولى، ولكن الحضور النوعي كفعل ثقافي ومسرحي، حضور المنجز. فثمت أسماء على امتداد خريطة الوطن العربي لا يجدون فرصا لحضور منجزهم، لأن الدوائر المغلقة لا يمكن اختراقها. فمن الصعوبة أن نجد أسماء جديدة تظهر إلا إذا امتلكت قدرة على كسر هذه الدوائر واكتساب علاقات ضمن هذه الدوائر. ولا يمكن الخروج من هذه الحالة التي تسود المشهد الثقافي دون جدية المهرجانات والملتقيات للارتقاء والبحث عن الجديد والاجتهاد في التنقيب عن المواهب الجديدة وأصحاب المنجزات المهمة، البحث عن طريق جهات حيادية وليست عن طريق أصدقاء ومعارف وعلاقات مواهب جديدة خاصة من جيل الشباب، كما فعلت بعض المهرجانات التي تبحث عن التجديد وتغيير السائد. فالمهرجانات ذات السمة الشبابية تحتاج لوجوه شبابية مع حفظ الاحترام والتقدير للأسماء المسرحية المعروفة. فالمسرح والثقافة لا يمكن أن تتجدد بنفس الوجوه، بل لابد من ضخ دماء جديدة فيها لتظل حية. عباس الحايك، كاتب مسرحي من السعودية. طبعا حين نتحدث عن المجلات تقفز في وجوهنا كلمة الشلالية أو التجمعات أو الصداقات أو وهذا ليس فقط في المجلات، نجده في المؤتمرات ونجده في المهرجانات الثقافية ونجده أيضا في عديد المواقع حيث يسيطر على الثقافة في الغالب مجموعات تعمل مع بعض متكاتفة متكافلة أيضا ومتعاونة في شبه اتفاق. أدعوني أدعوك يعني بطريقة واضحة، كانت في الأول لا تجهر بهذا، ولكن الآن لا، الأمور في الغالب معروفة، وفي الحقيقة سطحت بشكل يكاد يكون كلي آفاق التقبل. أصبحت الأمور في بعض الأحيان لا تطاق، يدعون شخص أو اثنين يكونوا لهم مشروعية تاريخية في الشعر، مثلا يأتون بأدونيس والبقية هي تقريبا المجموعة التي تشتغل مع الداعي في صفحاتهم في تويتر أو في الفيسبوك. هذا الأمر مزعج جدا والجميع يعرفه،
هل أقول ذلك عن كل المجلات وكل التظاهرات؟ بالطبع لا، هناك دائما استثناءات وهي أظنها قليلة، حيث نجد فيها حقيقة اختيارات موفقة ولا تقوم على مبدأ الشلالية هذا بشكل عام. بالنسبة لتجربتنا في الشاعر، هي مجلة محكمة ثقافية فصلية، هي حاليا غير منتظمة الصدور، أصدرنا فقط 7 أعداد. من العدد الأول إلى العدد 7 تغير يعني فهمنا للعلاقة مع المساهمين. اعتمدنا فيها، يعني حاولنا على كل حال أن نكون أن نحكم يعني أو أن نجد مقاييس واضحة لاختيار المواد. والمجلة تشكلت ووجدت طريقها وهي تصدر، بحيث أننا غيرنا. في الأول كنا مجرد كتاب فصلي، ثم بعد انتقلنا إلى كتاب محكم، ثم انتقلنا بطلب من كثير من الباحثين خاصة الشباب الذين لا يجدون فرصة في المجلات المحكمة العادية المعروفة، هذما هؤلاء الطلبة اللي بين الماجستير والدكتوراه تقريبا لا يجدون من يهتم بهم، فنحن فتحنا لهم تحديدا المجلة، ولكن نمارس عليهم أقصى درجات التحكيم، بحيث إذا دراسة غير جدية أو بحث غير جدي أو فيه مشاكل نقترح عليهم التصحيح والإضافة، وفي الغالب هم يستجيبون ونحصل على نتائج معقولة جدا. هذا تقريبا ما يمكنني قوله في هذا الحديث، لكن أحب أن أختم بالكلمة التالية، وهي أن المبدع والموهوب حتى ولو ضيع عليه بعض الناس فرصته التي هو حقيق بها، فإنه قادر على أن يغير المشهد، بمعنى أن ينتقل من متقبل الدعوة إلى الداعي، ومن الراغب في نشر دراسة إلى ناشر الدراسة. فننتقل بهذه الطريقة من تقبل الأمر الواقع الذي يريدون أن يحشرون فيه، يحشرون في الزاوية، أن نكون عاجزين وأن نقبل هذا الإلغاء، وأن ننتقل إلى مرحلة أخرى مختلفة تماما، وهي أن نتحول نحن إلى نحن الذي، بالطبع لا أقصد نفسي، أقصد المثقف الذي له موقف وله رؤية، يتحول هو إلى صاحب مجلة وصاحب دار نشر وصاحب رؤية يحاول فيها أن يطبق ما يريد. ظاهرة الشلالية في المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات الثقافية العربية، أنا حتحدث بالتحديد عن المهرجانات المسرحية كدراسة حالة. الحديث حيكون في هل هي ظاهرة تستحق السؤال والبحث؟ 2، الأسباب، ما هي الأسباب؟ 3، ما هي المشكلات التي تحدث من هذه الظاهرة؟ في البداية إذا قلنا هي ظاهرة، نعم هي ظاهرة باعتبار أنها تتكرر، ونجد أنه دائما في المهرجانات المسرحية العربية
بتتكرر الشخصيات المدعوة، يعني بتصادف انه في شخصيات محددة تلقاها موجودة في كل المهرجانات العربية، حتى اني اطلقت عليها ساخرا لقب كائنات مسرحية، كائنات مهرجانية تتواجد في كل المهرجانات العربية. ونجد انه الدول التي لديها مهرجانات ضيوف بيحظوا بحظوة، بيكون في حظوة للضيوف باعتبار انه انت عندك مهرجان تدعوني وانا هدعوك في المهرجان بتاعي القادم. عشان كده الدول اللي عندها مهرجانات شخصياتها متكررة، والظاهرة اصبحت ملفتة للنظر، يعني شخصيات متكررة وموجودة في كل المهرجانات. لو جينا نقول الاسباب، ما هي الاسباب لهذه الظاهرة؟ انا اعتقد لغياب الرؤية التنظيمية الاستراتيجية، بمعنى انه كل المهرجانات تقريبا ما عندها داتا بيزك. يعني مفترض يعني المهرجان لنفسه لو عنده قاعدة معلومات ممكن برصد بسيط يعرف الشخصيات التي تم تكرار دعوتها ويحصل تنوع يعني. لكن طبيعة المهرجانات بتاعتنا تعتمد على العلاقات الشخصية والجهد الشخصي، وليس هناك مؤسسية. إذا في مؤسسية أنت بتقدر تنوع. الأضرار بتاعت هذه الظاهرة إنه الشخصيات متكررة بتحرم كوادر مسرحية شابة موجودة في دول عربية متعددة إنها تلقى فرصتها في التواجد في المهرجانات، وبيحرم المهرجانات من الأفكار الجديدة. الشخصيات المسرحية المتكررة في المهرجانات خطاب المسرح اتقال، يعني كثير عبرت عن وجهة نظرها في كل القضايا المسرحية العربية وأصبحت متكررة هذه الآراء. فأنت بتحرم شباب جدد من أن يقولوا آرائهم، بتحرمهم من أن يكتسبوا تجارب من هذه المهرجانات، ودي ده شيء سلبي جدا في تكرار الظاهرة. وبيبقى المسألة أنه مجموعة بتتواجد في مهرجان في دولة ما، في هذا المهرجان يبدأ التنسيق والتخطيط للمهرجان القادم في الدولة الأخرى، وفي الدولة الأخرى يتم الانتقال إلى دورة أخرى بلد آخر، وهذا دولي. المسألة دي معالجتها بتتم بالمؤسسية، إنه نضع نظام مؤسسي نبتعد عن التكليفات الشخصية، إنه مجموعة من الأشخاص يجلسوا ويقرروا. تبقى في مبادئ جديدة، مثلا نقول مثلا في المهرجان عندنا مفترض مثلا نسبة 25% تكون أوجه جديدة في كل سنة من كل دولة، نجيب كوادر مسرحية جديدة، نجيب من الناس في كل دولة تكون في شخصيات عندها وجود طاغي، في شخصيات بتكون في الظل ولكنها يمكن أن تؤدي مسحاب في المسرح كبير. فلازم عشان نكتشف ده لازم يكون في قاعدة بتاعت بيانات لكل دولة، عدد النقاد، عدد المسرحيين، الفرص اتوزعت كيف. العمل المؤسسي هو اللي بيخلصنا من ظاهرة الشلالية في المهرجانات.